الانتربريتيشن اوف كيميكال اناليسيس اوف سيريبروسباينال فلويد. زي ما قلنا السيريبروسباينال فلويد بيحتوي على مجموعه من الكيميكالز، فيهم بعض الحاجات المهمه اللي بنركز عليها وبعض الحاجات الاخرى اللي بنقيسها اون ريكويست. اول حاجه وهو البروتين، السيريبروسباينال فلويد بيحتوي على فيري ليتل اماونت من البروتين، لان البروتين طبعا بيبقى لارج مولكيول كانوت كروس البلاد برين بارير، نتيجه لان المولكيول بتاعه كبير عشان كده ما بيقدرش يعدي بكميات كبيره من البلاد للسيريبروسباينال فلويد، كميات صغيره جدا اللي بتعدي وتوصل للسيريبروسباينال فلويد. والكميات الصغيره اللي بتعدي وتوصل للسيريبروسباينال فلويد بنلاقي ان نسبه الالبومين بتبقى اكتر من الجلوبولين، لان الالبومين بيبقى النوكلر ويت بتاعه صغير عشان كده بيقدر يعدي من البلاد برين بارير اكتر من الجلوبولين. البروتين بيزيد في حالات الانفلاميشن زي في حالات المينينجايتس الانسفاليتس والمايلايتس. الانفلاميشن طبعا بيعمل alteration للبرميابيليتي of blood brain barrier، وطالما البرميابيليتي اتغيرت عشان كده بيعمل allow protein to leak into cerebrospinal fluid، لان طبعا الانفلاميشن بيعمل هايبريميا فيعمل stretching للممبرين كابيلاريز، وبالتالي البرميابيليتي بتسمح بليك اوت بروتين انتو سريبروسباينال فلويد. عشان كده زيادة البروتين بتدينا انديكيشن على الانفلاميشن. كمان زيادة البروتين بتدينا انديكيشن على التيومر، لان السنترال نيرفس سيستم تيومر مي بروديوس اند سكريت بروتين انتو سريبروسباينال فلويد. عشان كده لو في زيادة في البروتين بنحتاج ان احنا نعمل بروتين الكتروفوريسيس للسيريبروسباينال فلويد، لانه بيقدر يعمل ديفرنشال دياجنوزيس للسنترال نيرفس سيستم ديزيز. البروتين الكتروفوريسيس او الفصل الكهربي من خلاله بنقدر نفصل كل انواع البروتينز الموجودة في السيريبروسباينال فلويد زي ما هي موجودة قدامنا في الصورة، بتبقى عبارة عن بري البومين، البومين الفا 1 جلوبولين، الفا 2 جلوبولين، بيتا جلوبولين، جاما جلوبولين، بالاضافه للاوليجو كلونال باند والاميونو جلوبولين جي. في حاله وجود المالبول سكليروزيس اللي بنختصرها بالام اس، او في حاله وجود النيوروسيفلس او الاذر ميونو ديجنريتيف سنترال نيورولوجيك ديزيز، بيحصل الليفيشن للاميونو جلوبولين في منطقه الجاما جلوبولين، لان منطقه الجاما جلوبولين كلها عباره عن الانتي بوديز وبتزيد في كل الامراض الموجوده قدامنا دي. بينما الاوليجو جاما جلوبولين باند دي عباره عن ابنورمال باند بتظهر في حالات المالتيبل سكليروزيس وكمان في حالات الانفلاماتوري اوتوميون ديزيز. عشان كده الالكتروفوريسيس بيقدر يكتشفها من خلال ان احنا بنفصلها كسيبريت باند بالشكل ده، وبتبقى دايجنوستيك للمالتيبل سكليروزيس. عشان كده زي ما قلنا في الاول بنقيس البروتين، لو طلع زياده عن الطبيعي بعد كده بنعمل الكتروفوريسيس عشان نقدر نعمل ديفرنشال دياجنوز. قياس الجلوكوز والبروتين زي ما قلنا لازم بناخد عين دم عشان نعمل نسبه او ريشيو ما بين الليفل الموجود في السيريبروسباينال فلويد والليفل الموجود في البلد. بالنسبه للجلوكوز لازم ناخد بلاد سامبل قبل ما بناخد عينه السيريبروسباينال فلويد. لو لقينا البلاد جلوكوز حصل له ديكريز بيبقى اقل من 60% من البلاد جلوكوز ليفل، في الحاله دي بيدينا انديكيشن على وجود البكتيريا والانفلاماتوري سيلز والتيومر سيلز، لان البكتيريا والسيلز بتعمل كونسيوم من الجلوكوز عشان كده الليفل بتاعه بيقل بشكل كبير، وبالتالي بنقدر نعمل ديفرنشال دياجنوزيس ما بين الفيرال والبكتيريال انفكشن الموجود في البرين. في حاله البكتيريال انفكشن بنلاقي ان الجلوكوز بيحصل له ديكريز، ولكن في حاله الفيرال انفكشن بنلاقي الجلوكوز بيبقى نورمال اللي هو حوالي 60% او 3 ارباع البلاد جلوكوز ليفل. الكلورايد ليفل في السيريبروسباينال فلويد بيحصل له ديكريز في حالات المينينجال انفكشن وخاصه البكتيريال انفكشن، كمان في حالات التيوبيركولر مينينجايتس او في حالات اللو بلاد كلورايد. زي ما قلنا المستوى في البلاد بيأثر على المستوى في السيريبروسباينال فلويد، عشان كده بنقيسه داخل البلاد وكمان في السيريبروسباينال فلويد. لو طلع طبيعي في الدم وقليل في السيريبروسباينال فلويد فبالتالي بيدينا انديكيشن على الامراض الموجوده قدامنا دي. الاليمنت اللي بعد كده هو اللاكتيك دي هيدروجينيز. اللاكتيك دي هيدروجينيز عباره عن انزيم بيبقى له 5 ايزو انزيم او فراكشنز، بنقدر نقيس التوتال من خلال الاسبكتروفوتومتر وبنقدر نقيس الفراكشن من خلال الالكتروفوريسيس. الفراكشن رقم 4 ورقم 5
لو زادوا بيدينا انديكيشن على البكتيريال مينينجايتس وكمان الانفلاميشن، وده بيبقى نتيجة لزيادة النيوتروفيل، لان النيوتروفيل هي مصدر اللاكتيك دي هيدروجينيز، والنيوتروفيل طبعا بتزيد في حالات البكتيريال انفلاميشن والاذر انفلاميشن. واي زيادة بالنسبة للنيوتروفيل سواء في الانفلاميشن او حتى في اللوكيميا بتدينا هاي ليفل من اللاكتيك دي هيدروجينيز. عشان كده زيادة اللاكتيك دي هيدروجينيز كمان بيدينا انديكيشن على السي ان اس لوكيميا. بينما الفراكشن او الايزونزايم رقم 1 و2 بيبقى موجود في النيرفس تيشو، عشان كده لو زاد عن الطبيعي بيدينا انديكيشن على ديستراكشن في النيرفس تيشو زي ما بيحصل في حالات الستروك او النزيف بكميه كبيره داخل البرين اللي بيكسر النيرفس تيشو، عشان كده بيعمل الليفيشن لللاكتيك دي هيدروجينيز. وبالتالي احنا بنقيس اللاكتيك دي هيدروجينيز اللي هو التوتال، لو لقينا فيه زياده بعد كده بنعمل الكتروفوريسيس عشان نشوف انو فراكشن بالظبط اللي هو زايد، هل هو 1 و2 ولا 4 و5، لان الاثنين مختلفين في الانديكيشن او الديزيز اللي بتعمل لهم دياجنوز. العنصر اللي بعد كده هو اللاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد لو زاد في السيريبروسبينال فلويد ده بيدي انديكيشن على الانيروبيك ميتابوليزم نتيجه للديكريز اوكسجينيشن، وده بيحصل في حالات البكتيريال او الفانجل مينينجايتس، لان هما الاثنين اللي بيقدروا يعملوا انيروبيك ميتابوليزم وكمان بيعملوا برودكشن لللاكتيك اسيد، بينما الفيرال مينينجايتس ما بيتمش فيها انتاج اللاكتيك اسيد، عشان كده بنقدر نفرق ما بين الفيرال والبكتيريال مينينجايتس من خلال قياس اللاكتيك اسيد. لو زاد اللاكتيك اسيد ده بيدينا انديكيشن عن البكتيريال مش الفيرال مينينجايتس. الاليمنت اللي بعد كده وهو التيومر ماركرز. التيومر ماركرز عباره عن انواع مختلفه من الماركرز بنقيسها في حاله وجود الكانسرز زي الكارسينو امبريونيك انتيجين، الالفا فيتو بروتين، والهيومن كوريونيك جنادو تروبين. اي زياده للتيومر ماركر في السيريبرو سباينال فلويد ده بيدينا انديكيشن على الميتاستاتيك تيومر، معنى التيومر بيبقى منشأه مكان اخر داخل الجسم ولكن حصل له ميتاستاسيس ووصل للنيرفس تيشوز. العنصر اللي بعد كده هو الجلوتامين. الجلوتامين بيتكون من الامونيا. المفروض نورمال الامونيا لما بتخش الجسم بتروح للليفر والليفر بيحولها لليوريا، طول ما الليفر سليم كل الامونيا بياخدها ويحولها لليوريا، ولكن لو في مشكله داخل الليفر فبالتالي الامونيا بتزيد في البلد وبتوصل للبرين وبتكون كميه كبيره من الجلوتامين، وبالتالي زياده الجلوتامين في السيريبروسباينال فلويد بيدينا انديكيشن على الهيباتيك فيلير اللي احنا بنسميها الهيباتيك انسيفالوباسي او الهيباتيك كوما، ودي تبقى مرحله متقدمه من امراض الكبد نتيجه للتليف. الاليمنت اللي بعد كده وهو السي رياكتيف بروتين. السي رياكتيف بروتين عباره عن نون سبيسيفيك اكيوت فيز رياكتنت، بمعنى ان هو عباره عن بارامتر بنقيسه عشان نشوف الانفلاميشن موجود او البكتيريال انفكشن موجود في التيشوز. احنا بنسميه نون سبيسيفيك لان هو مش مخصوص لنوع معين من الانفلاميشن ولا نوع معين من التيشوز، ولكن زياده السي ار بي في السيريبروسباينال فلو بيدينا انديكيشن على المينينجايتس وخاصه البكتيريال مينينجايتس. السيرولوجي فور سيفلس. بنقدر نشخص السيفلس او الزهري من خلال الفينيريال ديزيز ريسيرش لابوراتوري تيست، وهو عباره عن فولوكوليشن تيست زي ما هو باين على الشريحه. لو في بوزيتيف ريزر بيحصل فولوكوليشن او تجمع على الشريحه بيحصل له بريسيبيتيشن، في الحاله دي بيدينا انديكيشن على وجود النيورو سيفلس اللي هو عباره عن بكتيريال انفكشن، عشان كده بنختار الابروبريت انتيبايوتيك ثيرابي مباشره عشان نقدر نعالج السيفلس.